ما صورة المتكاسل عن الصلاة كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نعامله؟ الحديث الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة يعذب كان في رؤيا رآها مناما، ورؤيا الأنبياء حق. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص؟ وأنه قال لنا ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما استتبعاني، وأنهما قالا لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصلح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ وبعد تمام قصة الرؤيا قال له: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذه الصورة كانت في رؤيا، وكانت بعد فرض الصلاة. لكن هناك رواية للبزار وغيره عن أبي هريرة أن ذلك كان في قصة الإسراء، والإسراء كان في مكة، وحديث الرؤيا كان في المدينة حيث لم تكن في مكة فرصة لحكاية ذلك في جمع من أصحابه. وعليه فتقدم رواية البخاري على رواية البزار والبيهقي والطبراني. ولو فرضنا أن ذلك كان ليلة الإسراء فقد تؤول على المستقبل، يعني عندما تفرض الصلاة بعد، وقد تؤول على أن الصلاة كانت مفروضة قبل الإسراء ركعتين أول النهار وركعتين آخرة، وما كان ليلة الإسراء فهو تحديدها بخمس صلوات. وفي حديث البزار أيضا عذاب من يبخلون بالزكاة ويأكلون الربا، وكل ذلك شرع في المدينة بعد حادث الإسراء الذي وقع بمكة، فيؤول على المستقبل عندما تفرض هذه الأمور إن قبلنا هذه الروايات. وهناك كلام كثير في الصلاة التي صلاها الرسول بالأنبياء. أما معاملة هذا الإنسان الذي يتكاسل عن الصلاة فيصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يكن للإنسان سلطان على هذا الإنسان المتكاسل في الصلاة كان التغيير باللسان بحكمة وموعظة حسنة، فإن استجاب وإلا كان الإنكار بالقلب الذي يترجم إلى عمل كمقاطعته وعدم احترامه لعله يتوب.